بابا موجود يا وهيبة؟ في المكتب. أهلا 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 بك يا دكتور ممدوح. بقى دكتور؟ أيوة دكتور امتياز في القصر العيني. عظيم، اتفضل يا دكتور اتفضل. ادينا رأيك في المشكلة اللي احنا فيها دي. خير يا نشأت بيه؟ زيزي اختفت، جايز تكون عند أبوها لأنه كلمني في التليفون ولمح إنها موجودة. ما اظنش يا سعادة البي، ده راجل مجرم وهربان من السجن بقاله سنين ومفيش ود او تفاهم بينه وبين بنته. ايه يا دكتور؟ انا جايبك تحلها ولا تعقدها؟ شيء غريب. ما هو احنا لازم نعرف اسمك وعنوانك، مش جايز اهلي بيدوروا عليك دلوقتي؟ كنت قاعدة في المكان ده في نص الليل علشان ايه؟ لازم تساعدينا علشان احنا كمان نقدر نساعدك. اسمك ايه يا أنسة؟ مش دي يا دكتور اللي جات صورتها في الجرايد من حوالي اسبوع او 10 ايام وقالوا انها مليونيرة هاربة وان ابوها مجرم وهارب من البوليس؟ حضرتك ما قلتش الموضوع ده؟ مش فاكر بصراحة. أنا هروح أجيب لساتك الجريدة، المهم تحجزها لغاية البوليس ما يجي ويعرف إنها موجودة عندنا هنا. هو البوليس هياخدها من غير ما نعالجها؟ إحنا يهمنا تتعالج أولاً. ما بلاش تروح له يا نشأة بيه، ده ثعلب كبير. طب قول لي هتروح له فين علشان يبقى عندي فكره. هو مديني وعد شرف اول ما ادفع له المهر يجوزني زيزي. هي فين زيزي؟ عنده طبعا، ده مأكد لي انه مجهز المقتول والشهود، وانا عاوز ايه غير كده؟ ادعي لي ان الجوازه دي تتم على خير. مفيش فايدة، لو جبت له 1000 عقل على عقله مش هيعجبه غير عقله. أنا شفتها بنفسي يا معلم في العيادة الخارجية، الإدارة بلغت البوليس ولازم حد يروح يستلمها. ما عنديش مانع استلمها من عينيا الاتنين، دي زي بنتي تمام. طيب ما تيجي معايا قبل ما يتصرفوا فيها؟ بقول ناخد الست والدتها معانا أحسن برضه. يلا بينا. يا سمعة. أيوة يا معلم. أنا واصل مشوار مع الدكتور ممدوح. بالسلامة يا معلم. عارف المشوار ده عبارة عن إيه؟ خير. رايحين القصر العيني يستلم أختك زهرة. ليه؟ هي جرالها حادثة؟ الله أعلم، أنا قلت لك اللي سمعته. حوش القهوة فارت. ده الدم اللي بيغلي. بنتي اهلا بيك. هي ما نزلتش ليه؟ وعد الحر دين عليه، مش لما تدفع المهر الاول. أنسة وأبوها عملوا مربطية، قال إيه؟ نشأت بيه عاوز يتجوزها، وأبوها إداله ميعاد معرفش فين علشان يدفع المهر. أنا عاوز أبلغ البوليس، لكن خايف على نشأت بيه لينبر. زهرة موجودة عندنا في القصر العيني من إمبارح. وأبوها؟ ما تعرفش عنه حاجة.
ناس صيادين لقوها مغمى عليها على الشط ناحية القصر العيني، شالوها وسلموها للقصر. شيء غريب، امتى الكلام ده؟ من أول امبارح بالليل. أنا رحت الصبح لقيتها هناك عندها صدمة نفسية، لا بتتكلم ولا بتسمع. هيحولوها النهاردة للمصحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمها عرفت؟ أنا أديتها خبر وخدتها هي والمعلم وحاولت إنهم يسلموها، لكن الإدارة رفضت. تمهل ولا تهمل يا رب، هذه آخرة الطمع والغدر بالأم. اهلا وسهلا، ازيك يا اوسه؟ وانت يا عبد الهادي، شفت ازاي جيت على قهوه سبب؟ اتفضل اتفضل يا شادي. هو سعادتك تعرفهم؟ طبعا معرفه قديمه، من ايام ما كان لسه نصاب صغير على قد الحال، لكن لما كبر استكبر علينا وما عادش بيورينا وشه. انا ما اسميش عبد الهادي يا سعاده البيه، انا اسمي سيد حسنين ابو البنت دي، والبيه ده عاوز يتجوزها بالعافيه. كده افتكرتك عبد الهادي يا راجل، اصل في واحد مجرم شبهك تمام. انا اسف يا سيد يا حسنين، وسعادتك يا نشأة بيع عاوز تتجوز البنت دي بالعافية؟ ديك هي اسمها زهرة، والراجل ده اداني تليفون وقال لي هات المهر وانا هسلمها لك. فين زهرة يا ابو زهرة؟ عارف الأحكام اللي عليك قد إيه يا سيد يا حسنين؟ أنا معلياش أحكام يا بيه. وإنتي إيه رأيك في أبوكي؟ ده مش أبويا يا سعادة البيه، وأنا مستعد أعترف باللي حصل من يوم ما تعرفت عليه لغاية النهاردة. ماشي، وإحنا علينا اللي قبل كده. خدها يا شاهين عشان تعترف لك. أخذ منك كام الراجل ده يا نشأة بيه؟ 10,000 جنيه مهر في الشنطة دي. وسعادتك عاوز تتجوز زهرة؟ أيوة. ليه؟ لأني بحبها. زهرة حاليا في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. مسكينة، اتجننت؟ عمرها ما كانت راضية عن حالها، والصنف ده لازم يتجنن، مش كده يا ابو زهرة؟ بنتي اتجننت، خسارة يا زهرة، يا ألف خسارة، يا ريتني أنا اللي فات عالي. ما أنت فقدت عقلك من زمان، هو أنت فاكر لسه في دماغك أي عقل؟ أظن الأول مرة في حياتك بتنزل من عينيك دموع. دي بنتي يا سعادة البيه، بنتي. أنت وهي من معدن واحد، هي كرهت أمها وناسها وأهل حارتها، وأنت كرهت نفسك، وأدي النتيجة. واجه الأحكام اللي عليك في الدوسيه ده، وهنشوف هتواجهها إزاي. Thank you.
خدوه. ياما قلتلك ما تلبسيش توب غيرك، ما سمعتيش كلام. مش وقت الكلام ده الوقت يا ام حسونة، دي عاوزه كلام يطممها. زهر ازيك دلوقتي؟ مش احسن؟ دي ام، وانا ممدوح ابن عم كامل. وانا المعلم يا زهر، فاكراني ولا لا؟ حاولي تفتكريني، حاولي. انت عارفه انت فين؟ في المستشفى طبعا. عارف انت اعصابك تعبانه يا زهر، لازم تساعد الدكاتره عشان تخفي بسرعه وترجع الحاره. كلهم بيسالوا عليك، واخواتك عزيزه وسميره. انت مش عاوزه تتكلمي ليه؟ خايفه من ايه؟ طب اختاري واحد منا بس وكلميه. تختاري مين؟ انا يا زهر. ولا تحب تكلمي ممدوح ابن عم كامل؟ بقى دكتور اسمه دلوقت الدكتور ممدوح. افضل انكم تسيبوها مع امها شويه. اقعدي جنبها يا خالتي نعيمه. وانت يا معلم تعالى تعالى معايا يا سمعه نقعد هنا. مالك يا ضنايا؟ مالك يا بنتي؟ ايه اللي انت خايفه منه؟ عملتي ايه عشان تخافي بالشكل ده؟ لا سرقتي ولا نهبتي. هي الله يرحمها اللي كانت ماسكه فيكي بايديها واسنانها. انت عرفتي انها ماتت ولا لا؟ ها؟ ردي عليا. لو ما اتكلمتيش مش هيبدوا يخرجوكي معانا يا زهره. انا ستر وغطى عليك. ده انا امي. ده انا غطيكي برموش عينيا يا بنتي. مفيش فايدة، مش عاوزة تتكلم. طيب يلا بينا، وانا هقابل الدكتور المعالج وافهم منه الحالة اللي عندها وعلاجها ايه، وان شاء الله يكون خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيد المعلمين. أهلا وسهلا. الله، أنا وهدان يا معلم، مش فاكرني؟ وهدان بيومي وهدان. أوه لا مؤاخذة، أهلا وسهلا. اتفضل يا سي وهدان. الحمد لله على السلامة. وصلت بالسلامة إمتى؟ حالا يا معلم، لسه واصل طازة. رحت على فندق شهر العسل، رميت شنطتي وجيت جري علشان أبارك وأهني. تبارك ايه وتهني على ايه ولا مؤاخذه؟ الله، انت ما قريتش جرايد؟ مش عبد الهادي اتمسك؟ انت ما عندكش علم ولا ايه؟ ما عنديش علم ازاي؟ اذا كنت لسه واصل من المحكمه بعد ما اتناطق الحكم. يعني خد حكم كمان خلاص؟ 15 سنه على خد واحد. وزعلان يا معلم؟ لا مش زعلان قوي. الجماعه بتوعه لا مؤاخذه واهله يعني حاجه تصعب برضه. الله، هما مش الجماعة بتوعه طلبوا الطلاق من المحكمة وحكمت لهم خلاص؟ ده هدي، انت عامل مباحث ورانا ولا ايه يا سي وهدان؟ لا مباحث ولا حاجة يا معلم، بس اللي يعز ناس برضو يهتم بيهم. وانت بتعز مين يعني ولا مؤاخذة؟ المعلم، القهوة، الحارة واللي فيها. اللي في الحارة زي مين يعني؟ سيد المعلمين
انا عارفك من عيله الدغري، لا تحب اللف ولا الدوران. انا موتي وسم ونار اللي يلف ويدور. حس كده يا معلم، ما خبيش عليك، انا قلبي اتخطف للست الطيبه المسكينه ام حسونه. احنا اتفقنا ان احنا نتكلم دغري وبصراحه، ممكن تسمعني للاخر وتصدقني يا معلم؟ احاول اسمع. في الاول الحقيقه موقفي كان موقف مجرد واحد حاسس بست طهره طيبه مكافحه مظلومه، يعني ممكن تقول عطف كده مش اكتر. لكن مع الوقت بعد ما سبت الحاره وسبت القاهره ورجعت للبلد حسيت بحاجه غريبه. خير؟ حسيت بان الست دي ماليه عليا كل تفكيري كل حواسي. انا في الاول قلت لنفسي اكيد يا واد يا وهدان انت مش طبيعي، معقول بعد السن ده هتفكر في الحب؟ حب؟ ارجوك ما تتضايقش من كلامي، دي مجرد خواطر. وبعدين المساله كبرت معايا، قلت وماله، وماله لو ارتبطت بانسانه طيبه زي دي؟ انا محتاج لها تونس وحدتي، وهي محتاجه لي اقف جنبها في محنتها واساهم معاها في تربيه البنتين الصغيرين وعوض لها الباقي من ايامها. طب وجوزها يا حاضر؟ ما هو ده اللي خلانا ننتظر المده دي كلها لغايه ما وقع عبد الهادي، وديك بتقول كمان اتحكم عليه، وهي دلوقتي حره طبقا لحكم المحكمه الشرعيه. يبقى ايه المانع لو فكرت فيها؟ فجيت لك يا معلم عشان تحللي الموقف ده. وانا بصفتي ايه ولا مؤاخذه عشان احللك الموقف؟ مش عيب، ده انت الكل في الكل يا معلم، انت امين الحته زي ما بيقولوا، وانا حبيت ادخل البيت من بابه ولا شك في انك انت اول بابه يا معلم. بس انت عارف ان حكم المحكمه لسه ما صدرش. مش مهم، استنى. معقول ان انا اطلب ايد واحده متجوزه؟ على العموم الكلام ده دلوقتي سابق لوانه، وبعدين سيب لي فرصه تشاور مع ابنها حسونه، يمكن يكون له راي في الموضوع. ثالثا والاهم رايها هي، وده بعد الحكم طبعا. عداك العيب يا معلم، انا دلوقتي ارتحت، الله يريح قلبك. نشرب القهوه بقى. يا سمعه سمعه، مين اللي قال انها اتجننت؟ هو الجنان بالسهل ده؟ الجنان ده ارحم من العقل بكتير. انا كنت مجنون لكن بمزاجي، بعد ما ضيعت اللي حلتي اتدورت على مراس اخت شريفه، لكن كانت بخيله عليا، اثبتت اني مجنون ودخلتني المصحه. مين بقى اللي دخل زيز المصحه؟ انا بقول لسعادتك الكلام اللي سمعته من ابني الدكتور ممدوح. هو طبيب نفساني؟ لا، بعطيني في القصر العيني، وهم لقوها مرميه جنب القصر. هما مين؟ يا سعاده البيه، انت عاوز ايه بالظبط؟ اتجوزها. ما حدش هيسمح لك بكده الا بعد ما تخرج من المستشفى. طب يا بني ادم، ما انا خرجت من المستشفى خلاص. هي اللي تخرج مش سعادتك. طب والميراث اللي ورثته اوانطه يفضل متعلق كده؟ ادي الله وادي حكمته. لما نروح نجهز لك الغدا. يلا يا وهيبه. هو سعادة البيه ماله؟ خايف للميراث اللي ورثته يطلع من ايده، علشان كده بيحارب علشان يتجوزها. هيتجوزها ازاي وهي عقلها شادت؟ ما هو كمان عقله شادت، والطيور على اشكالها تقع. يعني ايه؟ يعني تشوفي شغلك واللي تسمعيه كانك ما سمعتهوش. يلا حضري السيرفيس. يلا. قلتليش يعني رأيك؟ الحقيقة كلامك معقول وما يزعلش أبدا ولا حاجة، وهي صاحبة الأمر والنهي. بس بيني وبينك لا المكان ولا الزمان ولا الظرف اللي احنا فيه ده
مناسبين لطلب زي ده. ايوه، لكن انت من حيث المبدا ما عندكش مانع لو الست الوالده وافقت والظروف اتحسنت؟ يعني اللي في الخير يقدمه ربنا. مالك يا زيزي؟ ابدا مفيش. ايه يعني بتخبي على مامي؟ هو معقول برضو انا اقدر اخبي عنك حاجه؟ ابدا. ايه اوعى يكون حب جديد تاني يا مامي. شوفي يا زيزي، انا عايزه انصحك نصيحه، ما تحاوليش انك تختاري، سيبي قلبك هو اللي يختار. وايه الفايده؟ مين يعني هيرضى يتجوز واحده زي انت؟ ليه مش عايزه تصدقي ان انا كاتبه لك حاجات ياما؟ صحيح يا مامي، حاجات لي انا؟ ايوه، بس بعد عمر طويل. سلامتك يا مامي يا حبيبتي. انا بتبصيلي كده ليه؟ اقول له ما تزعليش مني؟ هو معقول برضو انا ازعل منك انت؟ بقول لنفسي الجمال ده كله والمال ده كله ولا مؤاخذة يعني، ما اتجوزتيش ليه؟ ومين بقى اللي قالك ان انا ما اتجوزتش؟ يعني حضرتك؟ ايوه اتجوزت زمان طبعا. انا اسفه. لا ابدا، انا هحكي لك كل حاجه. مش انتي بنتي؟ اه طبعا. يبقى لازم تعرفي كل حاجه. انا مأساة حياتي طول عمري في جمالي. سيبك من حكاية المال دي، ناس كتير عندها مال كتير، لكن بقى لما بيجتمع المال والجمال هنا المشكلة. المال والجمال مشكلة؟ ومش عايزاكي تقعي فيها. طبعا زي العادة أنا تقدم لي شبان كتير وبقيت أطفش فيهم واحد ورا التاني، وأهلي محتارين مش عارفين يقنعوني بأي واحد فيهم، وأخيرا اجتمعت العائلة وكان من ضمنهم أخويا الصغير نشأت، وهو اللي كان متزاعم ضدي الحملة وجوزوني واحد على كيفهم هما. وبعدين؟ ما استحملناش بعض أكتر من سنة، وراني فيها الذل انواع، جرح كرامتي وداس على جمالي. ليه ده كله؟ مفيش تفاهم، كل واحد فينا كان حاسس انه مفروض على التاني، حاول يستحملني معرفش، حاولت اقنعه ان احنا مش لبعض ما قدرتش، وكانت النتيجه عذاب في عذاب لحد ما انفصلنا عن بعض. قعدتوا كتير مع بعض؟ حوالي سنة قلتلك. وبعدين؟ اتقدم لي راجل طيب اسمه سعيد، ما كنتش لسه فقت من جوازتي الأولانية، حاولوا يقنعوني في الآخر قبلت. وبعدين؟ ما قعدناش مع بعض كتير. انفصلتوا؟ لا، مات.
وبعدين؟ ولا قبلين. اتعقدت من الجواز ومن بختي مع الرجالة كلهم. طب ليه حضرتك يعني ما جربتيش تاني؟ يمكن كنت تلاقي الإنسان اللي يحبك وتحبيه؟ كان خلاص قلبي صدى واتقفل عن أي حاجة اسمها حب. عشان كده مش عايزاكي تغلطي غلطتي وتفضلي تتبغددي لغاية ما يفوتك القطر أو لغاية ما تقعي في واحد مش هو، وبعدها تتوبي عن الجواز. مامي مالك؟ مالك يا مامي؟ مالك؟ مامي مامي مالك يا مامي؟ مامي 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 زهرة زهرة. نعم مالك؟ عزيزة الأمورة، خدي يا حبيبتي الحاجات دي دخليها جوه، دي حاجات بسيطة علشانكم. صباح الفل يا ست الكل. إيه ده؟ بصراحة بقى يا سي وهدان، أنت تعب نفسك معانا على الفاضي. ليه الكلام ده بس يا ست نعيمة؟ هو أنت مش رفعتي قضية طلاق؟ أنا ما رفعتش القضية عشان أتجوز تاني، عشان أعيش بكرامتي وشرفي. هو أنت لما تتجوزيني هقلل من كرامتك وشرفك؟ أنا ما أقصدش كده يا سوهدان. يا ست نعيمة، أنا راجل عندي بصيرة وعيون خبيرة، بفرق بين الظالم والمظلوم. عشان كده أول ما شفتك في فندق شهر العسل عرفت إنك مظلومة وقررت إني أقف جنبك. كتر خيرك، ربنا موجود ياخد لي حقي من اللي ظلمني. أي نعم ربنا موجود، وربنا سبحانه وتعالى بعتني ليكي علشان أساعدك وأكون جنبك. أنا راجل ليا مركزي في الهيئة الاجتماعية مش هزق. هيئة اجتماعية، شؤون اجتماعية، مالكش دعوة بي. ازاي الكلام ده يا ست نعيمة؟ ده أنا طلبت إيدك من المعلم ووافق. هو المعلم كان ولي أمري؟ وابن ابنك حسونة كمان. يا سي وهدان، أنا مش صغيرة، سيبني في حالي أعمل معروف. اللي شغلني في دنيتي حمل ما انتش قده، بنتي من ناحية وأبوها من ناحية. كل ده خارج عن جوهر موضوعنا. ازاي بس عايز تتجوزني وانا متجوزاه؟ انا ما قلتش النهارده، لما المحكمه تحكم بالطلاق. اما تحكم المحكمه يبقى يعدلها ربنا. ما تزعليش مني يا ست نعيمه، انا اذا كنت متسرع شويه فكل غرضي اني اشوفك سعيده في حياتك متهنيه. كتر خيرك، بس تاني مره بقى ما تبقاش تجيب الحاجات دي. حاضر يا ست نعيمه، اخر مره المره دي اشوف وشك بخير. يا استاذ يا سي وهدان، لا تعالى بقى. أم عجيبة، ده كلام ولا في الروايات؟ على رأي اللي قال مسير الحي يتلاقى. مفيش أحسن من المعروف. أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ مين؟ مش أنت برضو سكرتير الهانم المليونير الله يرحمها؟ هي ماتت؟ أوه 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 أوه. تعيش أنت بقى. الله يرحمك يا طنط. ومين اللي ورثها؟ كله راح للحكومة؟ انت اسمك ايه؟ انا نسيت اسمك. مجدي، مجدي عزت. انت اللي سرقت الخزنة. انت اللي سرقتها. كان معاك واحد تاني مظبوط. كل شيء راح لحاله يا زمر. قول لي بقى على الحقيقة اللي مدوخاني. الحقيقة؟ الحقيقة إننا لقيناك واقف عند الخزنة بتعافر فيها، ضربناك على حنطور عينك وخدنا اللي فيها ومشينا.
يا حضرة الباش سجان، عندي أقوال خطيرة عايز أقولها لمأمور السجن. يا حضرة الباش سجان. إيه يا عبيد، ده مش هيفيدك بحاجة. أنا ذات نفسي هعترف بكل اللي عملته، لأن الاعتراف هيخفف عني الأحكام. يعني هتعترف إني مش أنا اللي سرقت الخزنة؟ الله، دي تيجي إيه جنب الهواي اللي سويتها؟ أنا ابني مجرم عالمي ولا الخط ياه. أنت مبسوط قوي وفرحان؟ بتفتخر؟ طبعا، قال على رأي المثل إن سرقت تسرق جمل، وأنا سرقت سوق الجمال بحاله، ومستعد أتحاكم تاني والتالت ورابع، لأني تعبت، تعبت قوي. أنا جايب لك سندوتشات لأني لاحظت إننا من يوم ما تعرفنا ببعض ما كلناش عيش وملح سوا. إيه؟ مش عاوزة تاكلي من إيدي؟ ده إحنا خلاص هنبقى روح واحدة. أنا طلبت إيدك من أهلك. أنت مين؟ أنا مين؟ نشأة لطفي، أخو المرحومة شريفة هانم لطفي. هي ماتت؟ الله يرحمها، كانت بتحبك وبتخاف عليكي. زي الدبة اللي موتت صاحبها. دبة؟ إيه الألفاظ اللي مش لابد دي؟ موتتني قبل ما تموت هي بكتير. موتتني وأنا معيش حق الكف. مين دلوقتي تولى خرجتي ودفنتي؟ ما تقوليش كده، أنا رقبت سدادة. ده أنت هتبقي مراتي، معقولة هسيب جثتك للطيور الجوارح تاكلها؟ أنت أخو ماما، أخو المجنون. أمر أمور جنان صحيح. أيوة بيه، أنا بعترف، مفيش داعي أضيع الراجل أوانطة. سمعت يا زمل؟ قصدي سمعت يا حضرة الظابط؟ عشان سعادتك لما كنت عامل نفسك زمل بقول لك مش أنا اللي سرقت الخزنة بتاعت طنط شريفة تقول لي كذاب. أنا صحيح كنت عايز أسرقها، لكن ما سرقتهاش. ما تفرقش يا مجدي، أنت فتحتها وعبد الهادي سرقها، يعني أنتوا الاتنين مشتركين في الجريمة. مين كان معاك تاني يا عبد الهادي؟ خيري وغوسة. ما هو خيري ده حرامي بس على تقيل قوي، عمره ما اتمسك في قضية، كل مرة يطلع منها زي الشعرة من العجينة. تعرف ترشدنا ليه؟ لا بيه، كل واحد مننا خد حصته في آخر سريقة سرقناها وفرقنا بعض بالمعروف. ما هو مفيش أحسن من المعروف يا سعادة البيه. ما عندكش حاجة تانية كده ولا كده عاوز تضيفها؟ أيوة بيه، البت أوسة بنت نوسة كانت شريكة معانا في كل الجرائم اللي قلت لسعادتك عليها. في حاجة تانية؟ أيوة بيه، زهرة. زهرة بنتي ملهاش ذنب في كل اللي حصل ده، دي ما تعرفش عني حاجة أبدا يا بيه، وكل اللي جاي في الجرايد ده مش صحيح، بالعكس أنا اللي استغلتها أكتر من مرة، وهي كانت بين نارين، نار أبوها ونار المليونيرة، ما كانتش عارفة توفق بين أهلها وبين الناس اللي عايشة معاهم. وبصراحة بيه أنا السبب في كل اللي حصل ده، أنا اللي استغنيت عن بنتي واديتها هدية لشريفة هاني، والظاهر إنها كانت غلطة كبيرة قوي ربنا بيعاقبني عليها، وأنا راضي عن أي عقاب، إن شاء الله يكون إعدام. عاوز تقول حاجة ثانية؟ لا بيه. قفل يا ابن المحضر، تعرف تمضي؟ ايوه بيه. خير يا سعادة البيه، اي خدمة؟ في حاجة نقصت من السرايا؟ انا بنتي ما تسرقش ابدا. العفو يا هانم، وتسرق ليه والمال مالها؟ انت مش عرفتي انها ورثت السرايا والعزبة بيع وشراء؟ يعني ايه؟ يعني تلت الوصية اموال في البنوك، اما السرايا والعزبة فاختي الله يرحمها باعت السرايا والعزبة لبنت حضرتك، والبيع سليم ومسجل،
مبروك يا هانم. مبروك على مين؟ مبروك عليها هي. انا دي عزبتي ودي سرايتي زي ما انت شايف كده. معقول انت تسيب الشقه دي وتيجي تقعدي معانا في السراي؟ انا حد الله ما بيني وما بينكم. ليه يا هانم؟ ده انت هتبقي حماتي وانا جوز بنتك. وسعادتك هتتجوزها في المصحه؟ ما انا كنت عندها وتفهمنا على كل شيء. امال عايز مننا ايه؟ رضاك يا هانم. انا مش هانم، انا كنت الشغاله بتاعت المرحومه وكفايه قوي اللي جرالي منها. جاي انت كمان تكمل؟ ده عهد بائد انتهى وراح لحاله. احنا دلوقتي في العهد الجديد، عهد المحبه. اعمل معروف يا سعاده البيه، ابعدني عن الجو ده من اساسه. انتوا زهقتوني في عيشتي يا بيه. انتوا دنيتكم غير دنيتنا. ما انا قاعده هنا وكافيه خير شري، مالكم ومالي يا هانم؟ انا مش هانم وعمري ما كنت هانم. يا هانم اسمعيني من فضلك. يا سعاده البيه انا ست قاعده لوحدي، ما يصحش. اخوها بيشتغل في قهوه المعلم اللي على الناصيه، ان كان عندك اي كلام روح قوله له. ازيك يا دكتور ممدوح؟ عال الحمد لله. انا شايف تقدم كبير. ده احنا بقينا عال قوي. ها يا زهر ارتحتي؟ مفيش حاجه مضايقاكي؟ لا ابدا الحمد لله، كل اللي هنا كويسين قوي، كلهم بيحبوني. واللي بره بيحبوكي اكتر؟ بره فين؟ كل الحار، كبير وصغير، خصوصا المعلم وسمعه وامك وسميره وعزيزه. قرري بقى انك تخرجي لهم، انوي من قلبك عشان تساعد اللي بيعالجوكي وتخفي. انت بقيت دكتور ازاي؟ ذاكرت ونجحت وجبت مجموع كويس ودخلت كلية الطب وخلصت وبقيت دكتور. مبروك. الله يبارك فيك. خسرتك يا زهر. يا خسارة أيامك يا ممدوح. تعب الهوى قلبي والحلوين مشتري. سمعة يا سمعة. يا مرحب يا مرحب، اتفضل. شاي قهوة ينسون قرفة كركريه سحلب. حسونة عبد الهادي عبد الفتاح عبد رب. مالك؟ عاوز اكلمه. حاضر. تشرب ايه على حساب المعلم؟ فنجان قهوه مظبوط. من عناية الاثنين. الحكومه بره وعاوزينك. عاوزين مني ايه تاني؟ هما مش حكموا عليك 15 سنه؟ معرفش، مخبر قاعد بره وقال لي عاوز حسونة عبد الهادي عبد الفتاح عبد ربه باسم ابوك وجدك كمان. اخرج شوفه عاوز ايه وانا هعمل له قهوه مظبوط. نعم حضرة الصول. هو الجرسون قال لك ان انا صول؟ هو ما قاليش حاجة، إنما أنا محسوب الحكومة من أول المرشد للمأمور. نعم أنا من أول يوم في القضية وأنتوا عارفين إني ماليش فيها نهائي. قضية إيه؟ ما تسيبنا أكلمك. لا مؤاخذة حضرة الظابط، اتفضل. المظبوط، أنا بتاع العدالة. توافق؟ احنا اولاد بلد زي بعض وملناش دعوه بالبهوات والفنديه. وانا عمري ما كنت في يوم من الايام موظف حكومه. هو يا مخبر يا ظابط بس لابس بلدي، ماسك حسونه بره وعمال يعصر وعصر. طب شوف شغل. انت جرى لك ايه يا حسونه؟ انت اتجننت؟ عاوز تضرب واحد من الحكومه اثناء تاديه وظيفته؟ حكومه ايه؟
ما انا كنت فاهم كده برضه، بسلامته اخو المرحومه الهانم بتاعت زهره، مش مكفي لي هببيت اخته؟ لا جاي يزودها معانا. انت عاوز منه ايه حضرتك؟ هتجوز اخته شرعا وقانونا، يوم يعمل فيا كده؟ انت عارف هي فين اخته؟ ايوه عارف، ورحت لوالدته قالت لي عندك اخوها، يعني انا دخلت البيت من الباب ما دخلتوش من الشباك. يعني عارف اخته فين؟ هو شايفني لابس خواجه؟ ده انا ابن بلد زي زيه. يعني عارف ان اخته في الامراض العصبيه والنفسيه؟ وايه يعني؟ ما انا كنت كمان في الامراض العقليه، هي شغلانه. ما تقول كده من الصبح، روح شوف شغلك انت حسونه. وحضرتك بقى اتعرفت على حضرتها في المستشفى بتاع الناس العقلة؟ الموضوع يطول شرحه، انا عاوز اعرف هو موافق ولا مش موافق. انت لسه معرفتش؟ مش موافق طبعا. كده طيب، سلام. سلام، حكمتك يا رب. اكيد الناس اللي انا رحت لهم دول مجانين. ما قلت لك بلاش يا بيه. بلاش ازاي؟ امال اطلب ايدها من مين؟ ده انا لبست لهم جلابيه بلدي مخصوص عشان ما اشعرهمش باي فرق بيني وبينهم، يقوم يهيجوا فيا بالطريقه البشعه دي. امها واخوها، يبقى مش ناقص الا ابوها. اروح اطلب ايدها منه وهو في السجن بعد ما كان هينصب عليك في 10,000 جنيه لولا ستر ربنا؟ طب المره دي هينصب عليا ازاي وهو في السجن؟ هو انت جاي لي تزورني؟ انا اسف على اللي جرى، ده كان شيء غصب عني، بس انت كمان كنت السبب المباشر، جايب لي واحده تقليد عشان تلطش مني ال 10,000 جنيه. اوه، احنا هنعيد اللي فات. انت جاي هنا ليه؟ اصلح الغلط اللي حصل. ازاي؟ اطلب منك ايد بنتك. وانا محبوس؟ الشرع بيقول كده؟ شرع ايه يا مشروع في عقلك انت؟ موافقتها هتفيدك بايه؟ طب انا موافق، ها؟ هتعمل ايه؟ انا عاوز موافقتك كتاب، يعني تكتب جواب لبنتك تقول لها فيه انك موافق على جوازي منها، وانها مش هتلاقي احسن مني، وانا حاطط 2000 جنيه باسمك في امانات السجن. 2000 بس، لاني هجيب لها الشبكه والعفش والشقه، لاني مش ناوي اتجوز في صاله المرحوم. موافق؟ اذا كان رايي لسه له لزوم، انا موافق. ابنتي الحبيبه زهره، يا حبيبه القلب، يا منيه العين، اصبحت داخل الاسوار العاليه بين 4 جدران عليهم الحراس المسلحون. يعني خلاص الحكم اتنفذ عليا ب15 سنة. يا عالم هستحملهم جوه السجن ولا لا؟ لكن بإذن الله أنا ناوي استحمل مرور السنين بإيمان ثابت وعزيمة متينة، عشان لما يفرج عني أخرج أشوف أحفادي منك وأحضنهم وأبوسهم. نشأت بيه أخو المرحومة شريفة جالي السجن وطلب إيدك مني، وأنا موافق لأننا مش هنلاقي أحسن منه. حبيبتي زهرة، أنا في انتظار زيارتك ليا في السجن حتى أطمئن على موافقتك. أبوك التائب عبد الهادي عبد الفتاح عبد ربه. موافقة.